أخبار الوطن، إذا فيما يخص انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء وهران إلى أليكونت الإسبانية، تتواجد معنا مباشرة مراسلتنا من وهران كريمة سواق. أهلا بك كريمة، وما الجديد لديك؟ أهلا بك زميلتي. نعم أهلا بك زميلتي زهور، أهلا لكل متتبعي قناة النهار. نعم دائما مع البث المباشر لإعادة استئناف الرحلات البحرية هنا على مستوى ميناء وهران. كل الجهات المختصة متجندة لحسن سير أول رحلة ستنطلق في حدود الساعة 7 مساء إلى باتجاه أليكانت الإسبانية. إذا كما قلت كل الأمور هنا مهيئة للسير حسن لانطلاق أول رحلة، والتي تدخل في مساعي في ظل المساعي رئيس الجمهورية لتسهيل تنقل كافة المواطنين إلى مختلف الوجهات الدولية. إذن بطول إطالة تحضر معي المفتش العميد آسيا حنيفي التابعة للمديرية الجوية للجمارك، ستوافينا حول جاهزية قطاع الجمارك بخصوص أول رحلة ستنطلق اليوم من ميناء وهران إلى أليكانت الإسبانية. مساء الخير سيدتي. مساء النور سيدتي. في إطار الاستئناف الجزئي والتدريجي لبرنامج الرحلات البحرية الدولية، فإن مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى مفتشية الأقسام للجمارك بوهران ميناء مجندة كل التجنيد، حرصا على ضمان أحسن مرافقة للمسافرين عبر أول رحلة بحرية متجهة إلى أليكونت بإسبانيا. وفي هذا الصدد ندعو كافة المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، كما ندعوهم إلى الاطلاع على مختلف الإجراءات المطبقة وكذا التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها وتوفرها الجمارك الجزائرية عبر موقعها الرسمي. سيدتي إذا كانت هذه أهم الإجراءات المتخذة من قبل الجمارك هنا على مستوى ولاية ميناء وهران لتحسبا لانطلاق أول رحلة بحرية نحو أليكانت الإسبانية انطلاقا من ميناء وهران. إذا كما سمعت كل الإجراءات والترتيبات هنا مهيئة لحسن سير انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء وهران نحو أليكانت الإسبانية. شكرا جزيلا لك كريمة سواق وعلى كل ما تقدمت به من معلومات جديدة.